تعالوا نشوف هناخد ايه تاني من النعام. خلصنا كل حاجة، فاضل زيت دهن النعام. زيت دهن النعام من الحاجات القديمة جدا، مش حاجة جديدة ابدا، استخدم في الحضارات المصرية والافريقية والاغريقية. زيت دهن النعام بيستخرج من الطبقات اللي ما بين الجلد والعظم، وعلشان النعامة قوية وعظمها قوي وعضلاتها قوية، فزيت دهن النعام مشهور جدا بخصائصه العلاجية للعضلات وللمفاصل وللعظم، وخصوصا الالتهابات الروماتيزمية. وزيت دهن النعام من الزيوت الغنية جدا بالأحماض الأمينية والأحماض الدهنية وأوميجا 3 و6 و9، وعلشان كده هو له خصائص علاجية كتير زي ما قلنا. إلى جانب بقى إنه هو فيه حاجة جامدة جدا، خاصية مش موجودة في أي زيت تاني، وهو إن هو بيعالج تقرحات الفراش اللي كتير قوي بنعاني منها مع ناس إحنا بنحبهم. إلى جانب إن هو ليه فوائد كتير قوي تجميلية للبشرة، طبعا تجديد خلايا البشرة، الإكزيما، التجاعيد، الوقاية من الستريتش ماركس، علاج الجفاف الشديد قوي، إلى جانب الشعر برضو إن إحنا بنعالج فيه حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي تحسين الكواليتي بتاعت الشعر او سوق الشعرايه نفسها.